بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هشرح الدرس الثاني من دروس تعليم 3D موديلنج أوتوكاد. النهاردة إن شاء الله هشرح رسم المجسمات. أنا عندي موديلنج هنا، وهاجي أفتح عند البوكس ده ونشوف المجسمات اللي موجودة، اللي هي البوكس والسلندر والكون والسفير والبيراميد والويدج والتورز. دول المجسمات الأساسية اللي احنا بنحتاجهم في الرسم، وممكن احنا نعدل عليهم. طيب أول حاجة عندي اللي هي البوكس. أنا عشان أجي أرسم بوكس بيديني هنا تحت في الكوماند بوكس specify first corner or center، تمام؟ طيب أنا هعمل first corner، أنا ما عنديش center، وهاجي أكتب له الإكس والواي. شايفين في مستطيل وفي الأرقام بالأزرق كده، هي دي الإكس، دي أول حاجة. فأنا أقول له 20، تمام. انا عايزه احدد الواي عندي بكام، او اللينس بتاع الواي ده قد ايه. هعمل ايه؟ هدوس على تاب من الكيبورد واجي اقول له مثلا اعمله لي 30، تمام، وادوس انتر، وبعدين احدد الارتفاع اهو. بعد كده احدد الارتفاع، هقول له اعمله لي 15. يبقى انا كده عرفت ارسم الاكس والواي والزد. طيب انا لو جيت قلت له اندو، وجينا خدنا الامر تاني بالشكل ده كده، وعملت الفيرست بوينت، عندي تحت هنا في كيوب وعندي لينس. طيب عندي كيوب اهو، بحدد طول الضلع في الكيوب، فطول الضلع عندي مثلا 25. طيب والزاوية هنا انا عايزاها 95، هنا الزاوية ظهرية 93، لان انا لو دوست على تاب من الكيبورد بيحول لي على الزاوية على طول. فانا هقول له الزاوية اعملها لي 95 او 90، تمام، قايمة زاوية قايمة، واجي ادوس انتر اهو، عمله لي على طول زي ما انا عايزة، كيوب زي ما احنا شايفين كده. طيب لو انا قلت له اندو وجيت رسمت كيوب تاني، وعندي الفيرست بوينت، وبعدين هنا هختار اللينس، نفس الكلام اللي انا عملته قبل كده. انا هاجي ارسم الاول الاكس، انا هخليها ب20، تمام، وبعدين هو بيقول لي الواي قد ايه. شايفين الواي عندي هخليها 25، وبعدين هحدد الزد هخليها 15. يبقى انا استخدمت الكيوب واستخدمت اللينس. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي ان احنا نرسم البوكس، تمام. هنيجي بعد كده نرسم سلندر. هنروح بقى نرسم السلندر. عندي البوكس، هاجي افتح هنا كده، عندي سلندر، وعندي هنا اكتر من طريقه لرسم السلندر، 3.2.3 تانجت والابتكال. انا هاجي ارسم السلندر عن طريق ان انا الاول بحدد الراديوس، احدد اول نقطه زي ما شايفين، وتاني نقطه اهو بيقول لي بيز راديوس اور دايمتر، بحددها مثلا اخليها 15، وادوس انتر، وبعدين احدد الزد اخليه 20. يبقى انا كده رسمته عن طريق ان انا بحدد الراديوس. طيب لو انا جيت قلت له سبيس تاني، وجيت هنا قلت له تي تانجت، تي تانجت هنا لازم يكون عندي دايرتين مثلا، يعني انا عندي هنا هاجي ارسم سيركل بالشكل ده، او اتنين سلندر اهي، واخدها كوبي بالشكل ده كده، واجي اقول له سلندر تاني واقول له تي تانجت، واختار التانجت بتاع الدايره دي الاولانيه وبعدين التانيه، تمام. وبعدين بيقول لي حددي الراديوس بتاع السيركل، هخليه 15 زي ما هو. على طول رسم لي ما بين التانجت بتاع الدايره الاولى والثانيه، ايه رسم لي هنا سلندر زي ما احنا شايفين كده، وهاجي اقول له اعمله لي 30 اللي هو ارتفاع الزد. لو جينا شفناها شيد اهي، شيدت ادي اهي، خد التانجت الاولى والثانيه، يبقى ده معنى تانجت عندنا، تمام. هنيجي نرجع تاني واير فريم، 2 دي واير فريم بالشكل ده. هنيجي بقى على اللي بعد كده اللي هو الكون. هندوس على الكون، وهي نفس طريقه السلندر اللي هو 3.2 بوينت، عن طريق التانجنت عن طريق الاليبتيكال. طيب انا هاجي ارسم الكون الاول، سنتر بوينت اوف بيس، انا هرسم اول نقطه اللي هي سنتر بوينت، تاني نقطه اللي هي الراديوس هعمله 10 مثلا بالشكل ده كده، وتالت نقطة اهي هخليها
30 او 20. يبقى انا كده رسمته. لو جينا شفناه هنا شيدد اهو، شايفين ده الشكل بتاعه. طيب لو انا جيت عدت الرسمه تاني، نرجع تاني 2 دي واير فريم، وجيت قلت له كون ورسمت السنتر وخليته 15 الاولاني، وجيت رفعت هنا، وهنا بقى هحدد التوب ريديوس. ممكن بقى ان انا اغير في التوب، شايفين اهو، يعني مش لازم يكون عندي، انتم شايفين بالشكل ده كده، ممكن ان انا اغيره اعمل له ريديوس تاني قد ايه، اخليه مثلا 10 اهو، وبعدين اعمل الارتفاع، اي ارتفاع بيديني الشكل ده. يبقى انا مش لازم اعمله كخطوط ان هو بيتجمع كخطوط كده، لا انا ممكن ان انا اغير الريديوس اللي فوق بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هاجي اعيدها لكم تاني. لو انا جيت عملت الكون اهو السنتر الاولاني للدايره اللي تحت، وبعدين عملتها 15، السنتر الثاني هغيره، هعمل ايه؟ توب ريديوس، هغير التوب ريديوس بتاعنا، هخليه 10 زي ما انا عملته، وبعدين ارفعه بالشكل ده كده. يبقى انا ممكن ان انا اغير الريديوس في الكون وارسمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنيجي بعد كده على سفير. سفير ممكن ان انا احددها عن طريق 3 نقط او نقطتين او تانجنت. طيب ممكن ان انا بالاول برضو اعمل سنتر اهو، واجي احدد الريديوس، اقول له مثلا خلي لي الريديوس 40 وادوس انتر، رسمها لي زي ما احنا شايفين كده. هنشوفها مع بعض شيدد اهي السفير، تمام. او ان انا برضو عندي دايرتين سيركل اهي، بالشكل ده كده، واجي اقول له سفير، واجي ادوس على تي تي ار تحت، وبعدين ادي الاولانيه وادي التانجنت الثانيه، وبعدين اقول له خليها 40 زي ما هي، رسم لي السفير زي ما احنا شايفين كده. هنيجي نشوفها شيدد اهي ما بين التانجنت للدايرتين اللي موجودين. هنيجي بعد كده على بيراميد، ادوس كده عليه واجي هنا بيراميد زي ما احنا شايفين كده، وعندي هنا هرسم السنتر بتاعه، وبعدين احدد البيز ريديوس، اخليها مثلا هنا اعملها 60 وادوس انتر، تمام. واجي اعمل الارتفاع، ادي البيراميد زي ما احنا شايفين كده. طبعا في هنا زي ما شايفين اعدادات تانية للبيراميد ممكن احنا نرسمها في الايدج وفي السايد. طيب انا لو دوست على ايدج كده يقول لي first end point edge او النقطة، وبعدين احدد تاني نقطة، فتحت الأورثو وحدد تاني نقطة مثلا على بعد 160 وادوس انتر، تمام. وبعدين احدد الارتفاع اللي انا عايزاه بالشكل ده كده. لو انا عدت الامر تاني، عندي هنا السايد ممكن ان انا احدد السايز هنا 4، ممكن ان انا اخليه 6، تمام. واجي ارسم السنتر اهو، شايفين 6 اهو، وممكن بقى برضو اغير في الريديوس توب ريديوس اهي، شايفين اجي اخليها مثلا 5 وادوس انتر، واجي ارفع كده، شايفين اهي. وانا ممكن هنا برضو في البيراميدز اغير الريديوس اللي فوق. نيجي نرجع تاني نشوف اللي بعد كده. عندي الويدج، لو دوست عليها بالشكل ده وبيقول لي فيرست كورنر اور سنتر، ادي اول نقطه. اذر كورنر ممكن ان انا اقول له لينس، احددها باللينس لو انا اعرف اللينس بتاعي، فمثلا هقول له 200 والويدث هخليه 25، شايفين. وبعدين احدد الارتفاع اخليه 200، يبقى انا كده رسمتها زي ما احنا شايفين كده. اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي التورز، هدوس عليها واحدد السنتر بوينت، برده عندي نفس الخيارات بتاعه السلندر، نفس الكلام 3.2 بوينت، هاجي هنا سنتر بوينت اهي احددها، واحدد الدايمتر اخليه 80 وادوس انتر اهو،
وبعدين احدد الراديوس اللي جوه، اخليه مثلا 20. ادي كده عملت التورس. يبقى احنا اتعلمنا النهارده رسم المجسمات في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.